السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. عدنا لكم في فيديو جديد وحرصنا منا على الإجابة على استفسارات المتابعين حتى يستفيد الجميع. هذا فيديو بالنسبة اللي طلبوا كوي الكوت أو الجاكيت. طبعا أهم شيء هنا ما ينكوي المقوى أو الحشوة حق الكتف ما تنكوي. بدأ تكوي اليد بهذه الطريقة. كده الجانب اليد الأخرى معنا الظهر وكذا سائر الجاكيت جاهزا. الكوت أو الجاكيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الاشتراك في القناة حتى يستفيد الجميع. نوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.